من العاصمة اللبنانية بيروت، نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المفتوحة والمستمرة لملحمة طوفان الأقصى الثورة الكبرى، العدوان الإسرائيلي على لبنان وعلى قطاع غزة، والتصدي البطولي للمقاومتين الإسلامية في لبنان وفي غزة لهذا العدوان. هي أيام الميدان يزداد فيها مستوى اللهيب، ينخفض منسوب الدبلوماسية، ترمي إسرائيل بحممها على لبنان وغزة، تبحث عن فرض استسلام على المقاومين وعينها على إيران، تمضي بحملة التحريض عليها غايتها استجرار واشنطن والعالم الغربي إلى معركة معها تعيد رسم شرق أوسط جديد. تعي الجمهورية الإسلامية ذلك جيدا، تسعى بحراكها الإقليمي إلى وضع النقاط على الحروف، لكن هناك خطوطا حمرا تخطيها لن يمر من دون رد، كما يحسم كل المسؤولين في طهران. هكذا يبدو الأفق في المنظور القريب، وخلاله تدير المقاومة الإسلامية حرب استنزاف بإتقان، سواء على مستوى الأهداف أو الكشف عن الصواريخ أو المسيرات، ولمفاجآتها الأخيرة المزيد من التتمات. مشاهدينا، في هذه التغطية المفتوحة والمستمرة من الميادين، في هذا الجزء من هذه التغطية كما عودناكم ستنضم إلينا شبكة مراسلي الميادين تباعا، ولكن الآن جاهزة معنا الزميلة فاطمة فتوني مباشرة من جنوب لبنان على أن ينضم إلينا في النصف الثاني من هذا الجزء من هذه التغطية الدكتور عمر الحامد الكاتب والمحلل السياسي من عمان، على أن يكون معنا الزميل أكرم دلول من قطاع غزة، وإذا توفر أيضا الزميل حسين السيد مراسل الميادين سيكون معنا مباشرة من ضاحية بيروت الجنوبية يرصد لنا مشاهد آثار العدوان الإسرائيلي المستمر على ضاحية بيروت الجنوبية. ولكن البداية من ميدان جنوب لبنان، هذا الميدان المشتعل بصواريخ المقاومة الإسلامية والتصدي الأسطوري والبطولي للجيش الإسرائيلي عند تخوم الحدود اللبنانية مع شمال فلسطين المحتلة. من هناك الزميلة فاطمة فتوني. إذن فاطمة، نتحدث بحسب الإعلام الإسرائيلي حتى عن يوم مشتعل من إطلاق الصواريخ باتجاه مستوطنات الشمال وصولا إلى حيفا، وتصدي مستمر بالتحديد بمنطقة الظهيرة لأي تقدم إسرائيلي. ماذا في تطورات المشهد حتى هذه اللحظة؟ نعم عبد الرحمن، حقيقة منذ إعلان المقاومة عن الانتقال إلى مرحلة جديدة على هذه الجبهة، ونحن نشهد صليات متتالية باتجاه الأراضي المحتلة واستهداف مباشر لتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي على امتداد هذه الجبهة، بالإضافة إلى الصواريخ التي كانت تطلق إلى عمق الأراضي المحتلة وصولا حتى صفد التي استهدفتها المقاومة 6 مرات خلال 24 ساعة الماضية، واليوم مرتين، بالإضافة إلى الاستهداف المباشر لمدينة حيفا حيث دوت صافرات الانذار اليوم إلى ما يزيد عن 30 و35 كيلومترا بعيدة عن أقرب نقطة حدودية. إذا ما فصلنا في المستجدات التي طرقت على يعني في القطاع الشرقي تحديدا في المستوطنات، مستوطنة مسكف عام وموقع مسكف عام ووادي هونين الذي ما زالت النيران مشتعلة فيه، حيث سقطت قبل قليل صواريخ باتجاه هذه المواقع المحتلة في إصبع الجليل. كنا نشاهد الدخان يتصاعد من هذه، ربما لم نرى دخان بعد، ولكن كان هناك دخان يتصاعد من محيط وادي هونين في جهة العديسي، وكذلك من موقع مسكف عام الذي أعلنت المقاومة عن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في هذه النقاط. بالإضافة إذا ما اتجهنا إلى اليمين، فاطمة عذرا على مقاطعتك، أنا سأعود إليك لأنه أنت باقية معنا بطبيعة الحال في النصف الأول من هذه التغطية، ولكن لأنه الزميل حسين بتجاهزا معنا من ضاحية بيروت الجنوبية، وكما هنا هو معلوم مشاهدينا أيضا في ضاحية بيروت الجنوبية في هذه الساعات وحتى في ساعات الليل في الكثير من الأحيان لا تكون الأمور آمنة بفعل العدوان المفاجئ الذي يستهدف الضاحية. سأنتقل مباشرة للزميل حسين، المنطقة التي تتواجد فيها حسين وآثار الدمار، ماذا تطلعنا من هناك؟ نعم عبد الرحمن، بالفعل المسيرات الإسرائيلية لا تزال تحلق بشكل مكثف في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. نحن هنا في منطقة الحدد، تقريبا أطراف الحدد، ما يسمى بحي الأمريكان هنا في الضاحية الجنوبية لبيروت. نتحدث عن اعتداءات إسرائيلية مستمرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذه
المنطقة كان لها نصيبها من هذه الاعتداءات الإسرائيلية. الدمار الكبير الذي نشاهده بالصورة هو نتيجة إطلاق طائرات الاحتلال عدد من الصواريخ الثقيلة باتجاه مجمع سكني مؤلف من أكثر أو من نحو 6 أبنية سكنية سقطت جميعها على الأرض، كما نشهد في الصورة أيضا الأضرار في المناطق المحاذية والأبنية المحاذية لهذه البنايات التي تم استهدافها بشكل مباشر من قبل طائرات الاحتلال. ولكن دعني عبد الرحمن نضحك كما في كل مرة نجول فيها على الضاحية الجنوبية لبيروت الروايات الإسرائيلية عن استهداف مخازن للأسلحة كما يدعي الاحتلال دائما. أولا الصورة هي لمجمع سكني ضخم كان بداخله يعني يقطن قبل النزوح مئات العائلات، ونتحدث أيضا عن مستودعات تجارية في أسفل هذا المكان. نستطيع بالصورة أيضا أن نظهر هنا أثار هذه المستودعات التجارية، تحديدا هي شركات للبلاستيك أو لهذه المستودعات للبلاستيك للمواد البلاستيكية التي تستخدم هنا. وكانت في هذه المنطقة تحديدا اشتعلت النيران لأيام نتيجة تفاعل النيران بهذه المواد البلاستيكية التي ظلت تشتعل لأيام في أسفل هذه المناطق المستهدفة. كما نشاهد الدمار كبير في المنطقة، هي أبنية سكنية كما قلنا كانت موجودة نحو 6 أبنية سكنية. أيضا ألفت النظر إلى كل استهداف يحصل في الضاحية الجنوبية لبيروت. نحن نعلم عبد الرحمن بوجود أيضا خزانات للوقود بجانب المولدات الكهربائية في كل بناء تقريبا في الضاحية الجنوبية لبيروت، وعندما يتم استهداف هذه المباني تخرج هذه الكتل من النار التي تخرج نتيجة الاستهدافات، وهي نتيجة اشتعال النيران أيضا في هذه الخزانات للوقود والآثار التي تتركها، وكما قلنا الحرائق الكبيرة التي تنتج عن هذه الاعتداءات الإسرائيلية في عدد من النقاط. هنا في أسفل هذه المباني كان يوجد مستودعات للمواد البلاستيكية كانت تحترق لأيام في الضاحية الجنوبية لبيروت، كما هي الحال في جميع الاستهدافات تقريبا. المحال التجارية والمستودعات التجارية في أسفل هذه المباني السكنية تشتعل فيها النيران لأيام طويلة، ونرصد ذلك من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. أيضا هذه الاعتداءات كما نشهد عبد الرحمن هي عبارة عن تدمير ممنهج للأبنية السكنية وتدفيع بيئة المقاومة ثمنا مقابل وقوفها وصمودها بالرغم من كل هذه التضحيات، سواء من خلال المجازر التي يرتكبها الاحتلال من خلال التضحيات بتقديم الشهداء أو من خلال التضحيات بتقديم المنازل والمباني من قبل أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت، أهالي الجنوب، أهالي البقاع، أهالي الهرمل والمناطق المختلفة التي تستهدفها هذه الاعتداءات الإسرائيلية. لذلك نتحدث عن محاولة لتدفيع الثمن، ولكن ما نشاهده في كل منطقة نجول عليها سواء هنا في الضاحية الجنوبية لبيروت أو في مناطق أخرى هو مزيد من التمسك بالمقاومة نتيجة هذه الاعتداءات، تعطي مفعولا عكسيا بالنسبة لهذه البيئة، تتمسك بالمقاومة أكثر فأكثر، ويعني تستطيع أن تعي حجم هذا الحقد الذي يخلفه أو تخلفه هذه الغارات الإسرائيلية يعني نتيجة ما يفعله الاحتلال في هذه المباني السكنية. وعلى كل الأحوال أهالي وسكان هذه المناطق هم أكثر علما بما يتواجد في هذه المباني، وهم يعرفون أنها مباني سكنية، وبالتالي كل ادعاءات الاحتلال يعرفون أنها مجرد كذب. إذا نتحدث عن دمار كبير في المنطقة كما حال جميع المناطق التي تستهدفها طائرات الاحتلال. أنت متواجد الآن في هذه المنطقة في ضاحية بيروت الجنوبية، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في وقت من الأوقات خاصة في حرب تموز كانت تعتبر هذه نوعا ما مناطق آمنة، يعني هذه منطقة تابعة بالنسبة للموضوع العقاري، بالنسبة للموضوع القانوني تابعة لبلدية الحدث. لذلك عندما يكون هناك تهديدات إسرائيلية بإخلاء بعض المنازل، بعض المباني السكنية، يقال بأنها في منطقة الحدث. هنا أريد أن أسألك أيضا حسين، إذا ما كان هناك بعض السكان، إذا ما كان هناك بعض أهالي الضاحية، ما زالوا في هذه المناطق بالرغم من كل هذا الدمار، أم أنهم خرجوا من هذه المنطقة في ظل قصف إسرائيلي في الكثير من الأحيان كما جرى في آخر استهداف لهذه المنطقة وآخر عدوان عليها يكون من دون سابق إنذار؟
بالفعل عبد الرحمن، يعني امس بالامس فقط شهدنا غارات باتجاه منطقه الحدث من دون سابق انذار، مع ان في بعض المناطق كما نشاهد يعني نحن على بعد امتار من الطريق الرئيسي، وهذا الطريق يشهد حركه مرور يعني نستطيع ان نقول انها كثيفه بالنسبه لوضع المنطقه هنا من الاستهدافات التي كما نقول عشوائيه وتاتي من دون سابق انذار. لذلك كما شهدنا في الايام الماضيه هناك بعض السكان الذين ياتون الى منازلهم الى شقاقهم لتفقد مقتنياتهم، لاحضار بعض المقتنيات، لتفقد ارزاقهم ما تبقى منها نتيجه هذه الاعتداءات الاسرائيليه. وبالرغم ذلك، بالرغم من كل هذه الاعتداءات العشوائيه التي قد تحصل بين الفينه والاخرى، وخصوصا بالامس عبد الرحمن، استطيع ان اقول انه تطور بالاعتداءات الاسرائيليه من خلال بعد الاعتداءات التي تنفذ من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، كان هنالك عدد كبير من الغارات التي نفذت من المسيرات الإسرائيلية، لم يسمح ذلك للسكان وأيضا لفرق الدفاع المدني من القدوم سريعا إلى المناطق المستهدفة وتفقدها. هذا يعمد إليه الاحتلال في جميع المناطق حقيقة، وليس في الضاحية الجنوبية لبيروت التي ارتقى فيها شهيد من فرق الدفاع المدني في منطقة تحويطة القدير أو في منطقة المريجة، بعدما كانت تعمل الفرق على رفع الأنقاض في تلك المنطقة استهدفتها مسيرة إسرائيلية وجرح آخرون أيضا في هذا الهدف. لذلك نتحدث عن إصرار على القدوم وتفقد هذه المنازل وهذه المناطق بالرغم من كل هذه الاعتداءات الإسرائيلية الغير معروفة التوقيت بالنسبة لهؤلاء الناس. يعني في يعني هناك خطر على حياة هؤلاء الناس عندما يأتون إلى منازلهم في أوقات معينة، لا يعرفون أين أو كيف أو متى ستحصل غارات إسرائيلية. ولكن هذا يؤكد عبد الرحمن كما شهدنا جنوبا وبقاعا التمسك بالأرض، التمسك بهذه المناطق، بهذه المنازل التي غادروها، يعني عنوة نتيجة هذه الاعتداءات الإسرائيلية العنيفة وغير المسبوقة والتي تستهدف ولا تفرق بين مدنيين وعسكريين. لكن هم يصرون على القدوم في كل الأوقات. شهدنا خلال الأيام الماضية عندما كان هنالك عندما مرت أيام لم تكن هناك اعتداءات إسرائيلية، حركة كثيفة باتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت لتفقد هذه المنازل، وبعض الأشخاص يحضرون بشكل يومي باتجاه هذه المناطق بالرغم من هذه الاعتداءات الإسرائيلية. كما نشاهد يعني تقوم الصواريخ التي يلقيها الاحتلال على هذه المنازل بتدميرها بشكل كامل من دون حتى في بعض الأوقات، ففي معظم الأوقات لا يكون هنالك انذار مسبق بالنسبة لأهالي هذه المناطق التي تدمر بشكل كامل نتيجة هذه الاعتداءات الإسرائيلية. ولكن بالرغم من ذلك نستطيع أن نشاهد يعني حركة للناس في بعض المباني القريبة من هذه المنطقة الذين يتفقدون منازلهم في محيط الأماكن المستهدفة بالرغم كما قلنا عبد الرحمن من خطورة هذا الموقف وعدم معرفة توقيت هذه الغارات الإسرائيلية التي يمكن أن تحصل في أي توقيت. على كل حال هذه المشاهد مشاهدينا كما ذكر الزميل حسين وهو يصور لنا مباشرة وينقل لنا الصورة مباشرة والمشهد مباشرة من ضاحية بيروت الجنوبية نكدت على شيء، فهي تؤكد المؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المباني السكنية، هذه مباني سكنية صرفة بهذا الشكل انتقاما فقط من هذه البيئة التي تحتضن المقاومة، بالرغم من كل الجراحات والعذبات وبالرغم من الثمن الكبير والهائل الذي تدفعه بفعل هذا العدوان الإسرائيلي. في المقابل مشاهدين، المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف القواعد العسكرية، تستهدف تجمعات جنود الاحتلال، وحتى هذه اللحظة لا تستهدف المدنيين بشكل مباشر بالرغم من أنها قادرة على استهدافهم إذا ما أرادت ذلك. حتى اللحظة أشكرك جزيل الشكر زميلنا حسين السيد على وجودك معنا من ضاحية بيروت الجنوبية. وفي سياق مشاهدينا العمليات التي تقوم بها المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله باتجاه القواعد العسكرية الإسرائيلية، أعلنت المقاومة عبر إعلامها الحربي قبل قليل بأنها ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية ظهر اليوم الأحد قاعدة فيلون في روشبينا شرق مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية كبيرة. هنا نعود للزميلة فاطمة فتوني في جنوب لبنان لأنه من هناك تنطلق طبيعة الحال عمليات المقاومة الإسلامية. إذا فاطمة، بيان جديد للمقاومة الإسلامية في لبنان، نكمل ما بدأت به هذه الرسالة، تفضلي.
نعم عبد الرحمن، بيانات المقاومة لم تتوقف منذ فجر هذا اليوم وهي مستمرة، حيث أعلنت قبل قليل عن استهداف في روشبينا وتحديدا قاعدة فيلون التي أعلنت عنها، وروشبينا سبق واستهدفتها فجر هذا اليوم بالإضافة إلى استهداف مباشر لصفد. نلاحظ كثافة نارية باتجاه هذه المدن الحيوية والمهمة جدا بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، وطبعا كل ذلك يأتي في سياق ما أعلنت عنه المقاومة الانتقال إلى مرحلة جديدة، وربما بدأت تترسم ملامح هذه المرحلة الجديدة. ما نراها أمامنا الآن هو موقع رويسات العالم، قبل قليل كان هناك دخان يتصاعد من هذا الموقع، لا نعلم ما إذا كان هناك استهداف مباشر أم أنه تحركات لدبابات الاحتلال، خصوصا أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتحرك في هذه النقاط والمقاومة تواصل تصديها للقوات الإسرائيلية التي تتحرك في هذه التلال، كما رصدنا صباح هذا اليوم بشكل مباشر في منطقة السدانة وهي تقع شمال هذا الموقع أو على اليسار من هذا الموقع. هذه هي منطقة تلال أو تلة السدانة وهي تفصل شبعة عن كفر شوبة، تفصل هذه التلة هذه التلال عن بعضها البعض، وهي تشرف على عدة بلدات جنوبية، الهبارية وشبعة وكفر شوبة وكفر حمام تشرف عليها بشكل مباشر. تم استهداف ورصد تحرك لجنود الاحتلال الإسرائيلي في هذه التلال بشكل مباشر بعد إطلاق صلية صاروخية من لبنان باتجاه هذه التلال في مرتفعات والتي تفصل شبعة عن كفر شوبة. كذلك إذا ما اتجهنا أيضا إلى اليسار أكثر نستطيع أن نرى ثكنة معالي جولاني والتي تقع في شمال الجولان السوري المحتل. يمكننا أن نشاهد هذه الأهداف التي استهدفتها المقاومة صباح اليوم، كل هذه المواقع التي تظهر أمامنا تم استهداف تجمعات لجنود الاحتلال فيها منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، بالإضافة أيضا إلى إذا ما تحدثنا عن الاستهدافات التي استهدفتها المقاومة، تجمعات التي استهدفتها المقاومة منذ صباح هذا اليوم، أعلنت عن استهداف كل من موقع مسكف عام، كنا قد رصدنا دخان يتصاعد من هذا الموقع، بالإضافة إلى وادي هنين، وادي هنين الذي كان منطقة اشتباكات مباشرة مع المقاومين وهو يشرف تماما أو تشرف عليه عدة بلدات جنوبية، الطيبي مركبة ورب 30 وعديسي، ويفصل هذه البلدات عن بعضها البعض. حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي التسلل من هذا الوادي الذي أيضا كان يتصاعد منه الدخان قبل قليل باتجاه بلدات جنوبية وهي تعتبر محور قتال واشتباكات مباشرة، ولكن المقاومة دائما ما تعلن عن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في هذه المناطق عبد الرحمن، بالإضافة إلى استهداف مباشر لمستوطنة كريات شمونة، كذلك في مستوطنة يعرة وشلومي وأدميت ويفتاح، بالإضافة إلى أيضا مستوطنة كاترين. كذلك أعلنت المقاومة عن منذ صباح اليوم عن استهداف مدينة صفد كما كنا نذكر. فيما يخص الاعتداءات الإسرائيلية التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية حتى هذه اللحظة، استهدفت بلدات بنت جبيل وبرعشيت وعيناثة وحريص وشقرة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة برعشيت بعدد من القذائف المدفعية، وأيضا ما زالت الاعتداءات مستمرة على بلدة الطيبي ودير سريان التي تعرضت لأكثر من غارة منذ صباح هذا اليوم، وكما نشاهد الدخان ما زال يتصاعد من هذه البلدة تحديدا بلدة الطيبي التي ما زالت تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كذلك أيضا لابد أن نشير إلى أننا نسمع بين الحين والآخر إما استهدافات مباشرة لجنود الاحتلال، وإما تفجيرات يقوم بها الاحتلال في كل من ميس الجبل وعديسي، يقوم بتفجير المنازل المحاذية تماما للجدار الفاصل بين الأراضي اللبنانية والأراضي المحتلة. كذلك ما زلنا نرصد عمليات المقاومة بالإضافة إلى مواقع الاحتلال الإسرائيلي عبد الرحمن التي تشرف على عدة بلدات جنوبية، ولابد أن أشير إلى أنه إلى طبيعة الجغرافيا الصعبة في مرتفعات كفر شوبة وتلال ومزارع شبعة، كلنا رأينا هذه المواقع التي تقع في مرتفعات عالية، وبالتالي فإن الاحتلال الإسرائيلي لابد أن أشير عندما كان يتحرك في الأيام الماضية ويوم أمس تحديدا في هذه المواقع كان يقوم بإلقاء القذائف الفوسفورية لإيجاد ساتر دخاني لجنوده الذين يتحركون في هذه المناطق، ظنا منه بأنه بهذه الطريقة يستطيع حماية آلياته وجنوده في هذه المناطق، ولكن دائما ما تستهدفه المقاومة. قبل قليل رصدنا الآن
الآن هناك تحرك لآلية لدبابة ميركافا، ونحن نعلم أن هناك تحرك من خلال الدخان الذي يتصاعد من وراء هذه التلال، وأيضا من مسكف إذا ما رصدنا موقع رويسات العلم الدخان الأبيض وصولا حتى التلة المقابلة. بحسب ما وردنا من معلومات هناك تحرك لدبابات إسرائيلية خلف هذه التلال، ودائما ما تستهدف المقاومة التجمعات التي يعني في هذه التلال كما حصل في تلال السدان صباح اليوم، أو حتى هنا لو نذكر فاطمة خلف هذه التلة ما هو اسم هذه التلة وفي أي منطقة تتحرك هذه الدبابات أو هذه الآليات؟ نعم عبد الرحمن، هذه تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة التي تقع عليها مواقع رويسات العلم والرمثة والسماقة. الآن هناك تحرك لآليات الاحتلال الإسرائيلي خلف هذه التلال مباشرة، ويمكن رصد دخان الذي يتصاعد من جراء تحرك آليات الاحتلال الإسرائيلي كما كنا نرصد في الأيام الماضية، وكنا أيضا نشاهد آليات الاحتلال الإسرائيلي عندما كانت تتحرك في أكثر من محور. الآن هذه تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة التي تقع مقابل بلدات كفر شوبة وكفر حمام والهبارية كذلك، بالإضافة إلى مواقع التي يمكن أن نراها عبد الرحمن، يعني يمكن أن نرصد بوضوح موقع رويسات العلم بالإضافة إلى موقع السماقة وموقع الرمثة. وهذه التلة تحديدا التي يتحرك فيها آليات الاحتلال الآن هي تقع بين رويسات العلم والسماقة مباشرة، بالإضافة إلى أنها مقابل بلدة كفر شوبة تماما كما يمكننا أن نشاهد بالعين المجردة وأيضا بعدسة الكاميرا الدخان الذي يتصاعد من خلف هذه التلال. هذه التلال كما تحدثنا جغرافيا عنها هي متصلة تماما بمزارع شبعة اللبنانية المحتلة، وهي على امتداد هذه الجبهة من تلال كفر شوبة تحديدا من ثكنة زبدين إذا صح القول وصولا حتى موقع الرادار ومعالي جولاني، وهذه المواقع المشرفة تماما على الجولان السوري المحتل كلها متصلة ببعضها البعض. ودائما ما يسلك الاحتلال الإسرائيلي طرق مخفية من وراء هذه التلال للتقدم باتجاه هذه التلال التي تشرف على عدة بلدات جنوبية، هو فعليا يأتي من الطرق والمسارات التي تقع خلف هذه التلال، وهي إذا ما تحدثنا عن المنطقة الجغرافية خلف هذه التلال مباشرة عبد الرحمن يقع الجولان السوري المحتل. وأيضا لابد أن أشير إلى أن هناك مرابط للمدفعية تابعة للاحتلال الإسرائيلي إن كان في الزعورة أو حتى في مزرعة برختة، تقوم المقاومة باستهداف هذه المرابط دائما وتقوم باستهداف كانت الآليات التي تتحرك في كل من رويسات العلم القافلات المؤللة التي استهدفتها المقاومة أكثر من مرة، بالإضافة إلى الآليات التي تحركت في هذه المناطق. إذن هذا هو المشهد عبد الرحمن حتى هذه اللحظة، ونحن معكم بطبيعة الحال لمواكبة كل ما يحصل على هذه الجبهة المشتعلة. إذن هكذا هو المشهد كما تنقله لنا مباشرة الزميلة فاطمة فتوني من جنوب لبنان مشاهدينا، حيث تتحدث عن تحركات لآليات عسكرية إسرائيلية خلف تلال كفر شوبة المحتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. في هذه اللحظات سرايا القدس في قطاع غزة تعلن عن قصف بقذائف الهون من العيار الثقيل تجمعا لجنود العدو الصهيوني في محور نتسريم. هنا من المفيد دائما أن نذكر مشاهدينا ولابد دائما عدم نسيان ما يحصل من إبادة جماعية غير مسبوقة في قطاع غزة تحديدا في شمال القطاع، حيث تطبق الحكومة الإسرائيلية خطة الجنرالات. تفضلي فاطمة. عبد الرحمن، هناك الآن كما نشاهد القصف المدفعي يطال بلدة شبعة مباشرة، الآن نشاهد الدخان الذي يتصاعد من أطراف، يمكن القول بأن هذه القذيفة أصابت المدخل الشمالي لبلدة شبعة التلال المشرفة على بلدة شبعة تماما، وهي تقع بالمنطقة التي تقع خلف أو مقابلة لمزارع شبعة اللبنانية المحتلة، يعني مقابلة تماما لموقع الرادار إذا يمكن القول. هو يعني على ما يبدو أن هناك قصف مدفعي، هو هناك قصف مدفعي يستهدف هذه البلدة التي كانت أيضا تتعرض لقصف صباح هذا اليوم، وعلى ما يبدو أنه مستمر حتى هذه اللحظة عبد الرحمن. إذن هكذا هو المشهد مشاهدين، هذا القصف المدفعي الذي يستهدف مدخل بلدة شبعة الجنوبية كما ذكرت الزميلة فاطمة فتوني مباشرة من جنوب لبنان. إذن مشاهدين نذكر دائما ب
بالإبادة الجماعية المستمرة في شمال قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال التي تطبق خطة الجنرالات والتي تقضي بالتالي حصار من يتبقى في شمال قطاع غزة واعتبار كل من يتبقى هناك بأنه عنصر من فصائل المقاومة الفلسطينية وتاليا هناك إمكانية لتجويعه وهناك إمكانية لقتله بحسب هذه الخطة الإسرائيلية التي وضعها الجنرالات الإسرائيليون لمحاولة تهجير أهالي شمال قطاع غزة من أرضهم، وبالرغم من ذلك هم متمسكون بها. بالعودة مشاهدينا إلى تطورات المشهد من لبنان في ظل تطوير آليات عمل المقاومة الإسلامية واستهدافاتها التي كانت قد أعلنت بأنها دخلت مرحلة جديدة، ندخل إلى ما حصل بموضوع استخدام سلاح المسيرات. تحول المسيرات إلى سلاح فتاك يستخدمه حزب الله في المواجهة مع إسرائيل فتح باب التساؤلات واسعا في إسرائيل بشأن القدرة على مواجهة هذا التهديد، ولا سيما في ظل إثبات مقاتلي حزب الله قدرة عالية في الميدان. هذا تقرير لمنال إسماعيل. إلى تحد مركزي للجيش الإسرائيلي تحول تهديد الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله، فيما الإصابة الدقيقة لمنزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في كيساريا وقبل ذلك في قاعدة تابعة للواء جولاني في بنيامينة تعكس برأي خبراء عسكريين براعة عالية من قبل مقاتلي حزب الله. هناك خط تخطيط مسبق حيث أطلقت رشقة صاروخية، وبشكل موازٍ لهذه الرشقة أطلق سرب من ثلاث مسيرات. اتضح لاحقاً أن إحداها أصابت قيسارية. هناك براعة من قبل حزب الله ويجب أخذ هذا في الحسبان. يجب القول طوال الوقت نحن لا نواجه عدوا غبيا بل عدوا ذكيا راكم توجيها واستشارات ودراسة وتسليحا على مدى سنوات. قدراتهم في حزب الله تتطور وهم يتعلمون خلال الحرب من التجربة ما الأمور الأكثر فعالية، لذلك هم يفهمون اليوم أن المسيرات هي أدوات ليس لدى إسرائيل قدرة على اعتراضها كلها. ارتقاء حزب الله في مستوى المواجهة كما وعد سابقاً في إحدى بياناته وسرعة ترجمة ما وعد به إلى أفعال حقيقية أعاد طرح التساؤلات في أوساط المحللين بشأن الأثمان الباهظة التي يدفعها الجيش الإسرائيلي في الميدان والتي أثبت فيه مقاتلو حزب الله بحسب هؤلاء المحللين أن قدرة التعافي لديهم سريعة بما يمكنهم من السيطرة وفرض المعادلات. القول هو أن حزب الله إنه في مسار تعافي لأنه ضرب اليوم بشكل مباشر محيط منزل رئيس الحكومة في كيساريا، فإننا نقلل من شأن حزب الله، فهو قتل لنا فقط في الأيام الأخيرة الكثير من الجنود، وأنا لست مع التقليل من شأنه. وفيما يحذر خبراء إسرائيليون من خطر جرار إسرائيل إلى حرب استنزاف مقابل حزب الله، أشار آخرون إلى أنه خلافاً لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين، فإن حزب الله في وضع جيد، ولديه مخزون كبير جداً من الصواريخ والمسيرات، وأنه لم يستخدم بعد أكثر من ثمن قدراته. مشاهدينا، للحديث أكثر عن آخر تطورات المشهد بخصوص العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة وعمليات المقاومة الإسلامية في لبنان، حزب الله إن كان على مستوى المسيرات وهي العمليات النوعية التي حصلت مؤخرا، أو إن كان على مستوى الاستهدافات الكبيرة بالصليات الصاروخية التي بدأت صباح اليوم وأدت إلى اشتعال حرائق ضخمة وكبيرة جدا في محيط صفد. سينضم إلينا الآن دكتور عمر الحامد الكاتب والمحلل السياسي معنا من العاصمة الأردنية عمان. دكتور عمر، أهلا بك معنا في هذه التغطية المفتوحة والمستمرة من الميادين. نبدأ بهذا التقرير الذي عرضناه قبل قليل للزميلة منال إسماعيل. إلى أي مدى نجاح حزب الله بسلاح المسيرات الآن سيقلق المسؤولين الإسرائيليين بشكل كبير لم يكونوا يتوقعونه، أن تصل إلى مكان سكناهم هذه المسيرات وتاليا قد يدفعهم ذلك إلى التفكير جديا بالتراجع خطوات إلى الوراء بدل من الاستمرار بحرب حتى الآن تبدو نتائج هذه الحرب صفرية إذا ما قارنا بالنتائج الاستراتيجية لهذه الحرب؟ تحية للميادين ومشاهديها وللصديق عبد الرحمن ولكم جميعا والأخت. أهلا بك دكتور. فاطمة من الجنوب المبدعة. بداية، هو سلاح الجو للمقاومة اللبنانية يبدع بإبداعا ملفتا للنظر،
لم يكن يتوقعه حتى أكبر خبراء الجيش الصهيوني. دعني لكن أحدد الآن الأهداف التي انطلقت منها عملية الكيان اللقيط. الكيان اللقيط أعلن عن أهدافه وبخجل أن عمليته محدودة، لأنه كان يعني أو يعرف بعض قدرات المقاومة اللبنانية، لكنه لم يكن يعرف أنها بهذا الحجم. يعني الأهداف التي أعلنها تكتيكية، قال إلى بعض الأهداف للدخول إلى بعض مناطق لبنان، لكنه هو لو استطاع وصل إلى بيروت كما فعل بال82 خلال 4 أيام. ألا تلاحظ من معي أنت وجميع المستمعين والمشاهدين والكل المحب والكاره، هذا الكيان اللقيط اللي عنده 5 فرق على الجبهة يواجه مجموعة من الشباب عدة آلاف بسيطة. بال82 وصل إلى بيروت 4 أيام، بال2006 وصل حتى وصل واد حجير مزرعة الدبابات. الآن هو له 20 يوم تقريبا يراوح مكان. صحيفة دعاة حرنوت تحدثت أيضا عن لواء احتياط إضافي سينضم اليوم للعمليات البرية في جنوب لبنان كما أعلن. يعني أنت بتحكي عن 60-70 ألف 80 ألف واحد صهيوني، ومع ذلك الواحد فينا بألف إحنا وألفين كما ذكر القرآن الكريم. الآن الأهداف التي أعلنها، خلينا نشوف الأهداف اللي حددها، وحددها إنه بده يحتل، فهو مكانه لا يراوح، هو بعده على مثلث عيتا قوزة حرامية. يعني أنت المنطقة اللي بتحكي على كفر شوبة بينه وبين وسط العمان، التلة البسيطة اللي حكت عنها الأخت فاطمة، من وراها هي التلة البسيطة اللي وراها الدبابات. أي حركة للدبابات الشباب جاهزين. أن إذا دخلتم لبنان، إذا دخلتم الجنوب، فلن يكون لديكم نقص في الدبابات، لأنه لن يكون لكم دبابات أصلا. هاي بالأهداف. الأسلوب، يعني الأهداف اللي أسلوبه بالقتل والتهجير وقتل المدنيين. الردود من المقاومة حتى الآن منضبطة، كما قال سماحة السيد، نحن نخوض حرب نصر واثقين بدقة وهدف وأسلوب متدرج، واصلين إلى النصر، وبإذن الله سننتصر حتما كما قال ونقول نحن. إحنا عندنا معركة أخرى إعلامية. طيب دكتور، تفضل. دكتور عمر الحامد، سنتحدث عن هذه المعركة الأخرى ليس فقط إعلاميا، نتحدث عن ما يحصل أيضا من جولات دبلوماسية يقوم بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، أو قام بها، يعني نتحدث عن أكثر من جولة قام بها في المنطقة. ولكن قبل ذلك، المعلومات بالأمس بحسب موقع أكسيوس تشير إلى زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى المنطقة الثلاثاء، والآن هناك معلومات متداولة في لبنان بأن آموس هوكستين المبعوث الأمريكي إلى لبنان سيصل إلى بيروت غدا. بصراحة هذا يعتبر تطور مفاجئ لسبب دكتور. في الفترة الماضية عندما بدأ العدوان الإسرائيلي وتم توجيه ضربات كبيرة للمقاومة الإسلامية في لبنان، آنذاك بعض المسؤولين في لبنان تحدثوا وقالوا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تجاوب على الاتصالات، وبأن بعض المسؤولين الأمريكيين تحدثوا وقالوا أنه الآن ليس هناك أي اتفاق على الطاولة. عودة هؤلاء الآن بلينكين وآموس هوكستين أيضا إلى بيروت، هل يشي بأن ما تفضلت به قبل قليل وهو عدم قدرة الاحتلال على تحقيق إنجاز استراتيجي في هذه المعركة هو الذي دفع الأمريكيين ببدء تحركات ما على الأرض؟ الجواب صديق عبد الرحمن، ما يجري في غزة إلهم سنة هم يتكلمون عن غزة ودون تفصيلات وأخذ الوقت، هم يتكلمون وهم الشركاء الأمريكي الشريف قاتل مجرم، وهو الذي يشرف ويقاتل إعلاميا وتكنولوجيا وبالذخيرة والقوات على الأرض. الآن لبنانيا الآن حركة هوكستين هذا لم يتحرك إلا لأنه الكائن اللقيط واقف على الحدود زي حارس الخيمة، لن يستطيع، تذكر الخيمة، لا يستطيع أن يتقدم مترا واحدا. يعني هو تكتك ودخل إلى عيت الشعب بالطريقة مع تسللية، رفع العلم على الخزان. ومع ذلك من يعرف المنطقة، هاي المنطقة هي عبارة عن تلة طلع وانسحب فورا، وبذلك الواقع يتكلم. لو كان غير ذلك لعرضوا ما يعرضون، وروا أنهم إعلامهم يشي ويعطي المحطات العربية المتصهينة لتبث بثا مزورا ومن الحروب السابقة. بكل الأحوال
الأهداف العدو الصهيوني لن تتحقق. ووعدهم مش نتنياهو ووعدهم أنه يرجع المستعمرين إلى الشمال، فليعيدهم، فليحافظ على نفسه، يعيد سارة إلى قيصاريا. الآن بحسب ما يفيدنا أيضا قسم الشؤون الإسرائيلية في الميادين دكتور عمر، بأنه فعلا أموس هوكستين سيصل غدا إلى بيروت، هذا في الإعلام الإسرائيلي الآن مهتمون بهذه الزيارة إلى لبنان. هم طبعا هم الآن هم بدهم يبحثوا كمان مرة، عندما تنهزم إسرائيل يهرع الغرب بكل قوة من لإنزال هذا الكيان لقيط عن الشجرة، وتتحرك الأعراب في حركة عربية أخرى نحو دمشق أو غير دمشق بنفس المستوى بأسلوب آخر. هم مباشرين الأمريكان والصهاينة، والاتحاد الأوروبي ذنب لهم، وطبعا خلاصة الخلاصة، زبالة الخلاصة، النظام السياسي العربي الذي يتحرك في النهاية، والذي لا سمح الله لو تغيرت الكفة لكان وسيكون، إذا امتدت، وأنا أراها ممتدة طبعا، المعركة طويلة، أنا سأراهم سيقاتلون مع الصهيونون علنا، هم يقاتلون الآن بطريقة مخفية، أنا أبشرك بعض العرب سيقاتلون مع الصهيون جهارا نهارا، لأن هذا دفاع عن كراسيهم وعن اللي أثبتهم، وهو ما قال لهم نتنياهو من أول، قال إذا أردتم أن تحافظوا على عروشكم فلتصمتوا من أول المعركة، وبعدهم صامتون، كأن الصمت أحلى ما أحسن ما يغلق عليه فم. بكل الأحوال نحن بوضع نبشر الجماهير المقاومة بغض النظر عن المحور المؤازر، المقاومة الإسلامية في لبنان ثابتة صامدة، تسطر أسمى آيات الشهادة والقوة والنصر لحد الآن، دون تدخل قوة الرضوان اللي فكروها هي موجودة، ولا قوة العباس، ولا الأفواج الأخرى التي تترجى وتتلهف وتطلب من القيادات الدخول إلى المعركة. نحن عندنا الحمد لله رصيد من الاستشهاديين الذين يحبون الحياة كما يحبون الموت كما يحب الأعداء الحياة. بكل الأحوال على كل حال دكتور، لأنه أنت تتحدث وأنت تتحدث معنا نشاهد هذه الصورة أيضا، زملاء يعني يعرضون مشاهد من صفد ومن ضاحية بيروت الجنوبية. هذه الصورة مهمة للغاية لسبب مشاهدينا، أن الاحتلال الإسرائيلي عندما بدأ عدوانه على لبنان بتوجيه ضربات للمقاومة الإسلامية عبر اغتيال القيادات بشكل واسع وشن هجوما جويا غير مسبوق بالعصر الحديث، خرج آنذاك وزير الدفاع يوف جالانت ومجموعة من المسؤولين ليتحدثوا بأننا قصمنا ظهر حزب الله والقوة الصاروخية في حزب الله. تأتي هذه الصورة من صفد، هذه الصورة في صفد هي اليوم لإطلاق أكثر من 100 صاروخ من لبنان، ما أدى إلى هذه الحرائق التي تتابعونها بهذه الصورة، إلى جانب هذه الصورة ضاحية بيروت الجنوبية. هنا هذه هي المقاربة، أنه بالفعل هناك دمار في ضاحية بيروت الجنوبية، هناك استخدام للطائرات الحربية الإسرائيلية لاستهداف كل ما هو مدني، ولكن في المقابل أيضا في المستوطنات والمدن الإسرائيلية والمستعمرات الإسرائيلية وصولا إلى حيفا أيضا هكذا هو المشهد، عندما تستخدم المقاومة الإسلامية في لبنان الترسانة الصاروخية لديها، ما يدلل أيضا بأن القوة الصاروخية لدى حزب الله ما زالت بخير وما زالت قادرة على أن تعمل، والأهم بأن المخزون الصاروخي لدى المقاومة الإسلامية في لبنان بألف خير، لأن أعداد الصواريخ التي أطلقت من لبنان باتجاه صفد هي الأكبر منذ بداية هذا العدوان على لبنان. دكتور عمر الحامد، حراك إيراني دبلوماسي لافت، السيد عباس عراقجي ختم هذه الجولة في تركيا، كان قبل ذلك في مصر وسبقها أيضا بزيارة إلى الأردن، هذا الحراك الإيراني في ظل الإصرار الإسرائيلي على فرض منطق القوة ومنطق الدم والتهديد بالاغتيال، ما هي أهميته في هذه اللحظات التي تبدو بأنها لحظات مفصلية في تاريخ المنطقة؟ مهمة الدبلوماسية أخ عبد الرحمن أن تغطي ما يحدث على أرض الواقع، على العسكرية ما يحدث على أرض الواقع، أن المقاومة بحالة جيدة ومستقرة. الآن ردت إيران بضربة قاسمة على العدو، على الكيان اللقيط، فحققت أهدافها، وإن كان الإعلام بطريقته المتصهينة أخفى معظم الأهداف التي أصابتها الصواريخ الإيرانية. بهذه المرحلة عباس عرفت يجول في هذه المنطقة ليأخذ المبرر الدبلوماسي، وكما أعلن مندوب إيران امبارح بالأمم المتحدة أنه لسنا إحنا الطرف الذي استهدف منزل نتنياهو، لأنه إيران دولة
ذات سيادة وبالتالي لا تستهدف شخصيات سياسية بعكس الكيان اللقيط. ومع ذلك هي مبررات عندما إذا اعتدى الكيان اللقيط على إيران فإن إيران سترد ردا ساحقا ماحقا على هذا الكيان. ونحن قدمنا لكم المبررات وأعلمنا الجميع. وبعض المناطق التي زارها أوصل وزير الخارجية الإيراني رسائل صارمة حادة تقول إنه من يستخدم أراضيه وأجواءه للاعتداء على إيران فأنه سيكون هدف واضح للجمهورية الإسلامية. طيب الآن أيضا سننتقل لهذا التقرير دكتور عمر حامد على أن أكمل معك هذا النقاش بعد قليل، بدءا من عملية بنيامين النوعية وأدخال صواريخ جديدة وصولا إلى استهداف منزل نتنياهو، تطورات تصاعدية مشاهدينا تسجلها جبهة لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي. الزميل علي مرتضى يرصد مجريات جبهة لبنان وتصدي المقاومة لمحاولات التوغل الإسرائيلي. بعد عملية بنيامين النوعية التي نفذها سلاح الجو في حزب الله، سلاح الجو في الحزب يضرب مجددا، وهذه المرة منزل نتنياهو هو الهدف. مسيرة حزب الله قطعت 70 كيلومترا متحايلة على العشرات من رادارات الدفاع الجوي الإسرائيلي وملاحقة الطائرات المروحية والحربية، وتمكنت من ضرب منزل نتنياهو في قصرية شمال تل أبيب بفارق زمني بينها وبين صفارات الإنذار بلغ أقل من دقيقة واحدة. دقيقة واحدة كان يملكها نتنياهو وسارة لو وجد في المنزل ليحتميا في الملجأ قبل أن تضربهما المسيرة، مدة زمنية غير كافية بالطبع. وتذمر المستوطنون كثيرا بشأن استحالة اتخاذ هذه الإجراءات في مدة كهذه. في حيفا تحولت الأبنية إلى خراب والسيارات إلى مواقد للنيران التي أشعلتها صواريخ حزب الله، حيث تكثف القوة الصاروخية من ضرباتها باتجاه المدينة الأهم في شمال فلسطين المحتلة، والوضع موازن لهذا في صفد وطبرية وكرمائل. أما على صعيد محاولات التوغل في الأراضي اللبنانية فقد بلغت خسائر الجيش الإسرائيلي في الآليات حتى هذه اللحظة 21 دبابة ميركافا، 4 جرافات عسكرية ناقلة جند، إضافة إلى أكثر من 60 قتيلا و550 جريحا. فيما التقدم الإسرائيلي داخل البلدات الحدودية ونحو المرتفعات بطيء للغاية، ويشهد مقاومة عنيفة في كل المحاور من اللبون غربا وصولا إلى مثلث عيت الشعب القوز حراميا في الوسط إلى كفركلا وعديسي ورب تلتين في الشرق. علي مرتضى، جنوب لبنان، الميادين. إذن دكتور عمر الحامد، أيضا في تقرير الزميل علي مرتضى ضمنه المشهد الذي انتشر بشكل كبير بالأمس، وهو للمسيرة التي عبرت باتجاه فلسطين المحتلة وصلت إلى هدفها تمر مباشرة إلى جانب مروحية كانت تبحث عن هذه المسيرة. أي أثر سيتركه هذا المشهد على الوعي الإسرائيلي لدى المستوطنين الإسرائيليين الذي كانوا يعتقدون في وقت من الأوقات أن هذه السماء محرمة، هذه السماء لا يمكن أن يصل إليها أي هدف بهذا الشكل؟ وأي أيضا انعكاس له على الوعي العربي أنه لا، هناك قدرة وهناك أدمغة عربية قادرة أن تصل وأن تواجه الاحتلال الإسرائيلي مهما كانت القدرات لديه، إن كان على المستوى العسكري أو إن كان على المستوى التكنولوجي. هي المسيرة كانت تمشي على موسيقى الهدهد 1 و2 و3، فكانت على هدا تمشي حتى تصل إلى الهدف بهدوء، كما هي حرب الاستنزاف التي تقودها المقاومة الإسلامية في لبنان. تأكد أن سلاح الجو في المقاومة الإسلامية لم يستخدم إلا قوات بسيطة من المسيرات، وهنالك نماذج متطورة وأكثر دقة وأكثر سعة وبعدا من هذه المستخدم، كما أن الحزب لم يستخدم لا القوات البحرية ولا القوات الخاصة بعد. فعند حزب الله مفاجآت ستثلج قلوب المحبين وتقهر الأعراب المتخاذلين المتصهينين. بكل الأحوال العملية التي ذكرت أمس
وذكر الزميل اللي نقل الإعلام، أنا أؤكد أن هنالك أخبار شخصية مقربة من قيساريا أن النتن وسارة كان يقضيان إجازة نهاية الأسبوع في بيتهما في قيساريا، وأنهما تعرضا لخضة وهزة، ولذلك هرعت عشرات طائرات الهليكوبتر والإسعاف كما ذكر على المستوى فردي يعني شخصي مش إعلامي. بكل الأحوال هذه المرة ضربوا منزل نتنياهو، عندنا أهداف كثيرة، العدو الصهيوني لم يبقى له أهداف كما عمل بال67 المفاجأة، وكما للأسف عمل معنا مفاجأة البيجرات واللاسلكي عملت خضة، وكان هو يستخدم هذا الأسلوب الصدمة والترويع، لكن الحمد لله تجاوزناها، والآن المقاومة في أحسن حالاتها وكل الكوادر جاهزة والأمور على هذا استنزاف بهدوء ودقة، وسارى العدو مستقبلا ما يخبئه تخبئه المقاومة الإسلامية في لبنان كما في اليمن معركة بحرية طاحنة، ستري الأمريكان والأساطيلهم كيف سيواجه الشعب اليمني ومحور المقاومة، إلى إضافة إلى العراق وباقي محور المقاومة، وستكون المفاجأة بإذن الله من الجولان السورية بعبور مئات الآلاف إلى الشمال الفلسطيني. دكتور عمر الحامد، ونحن نتحدث عن جبهة لبنان لابد دائما أن نتحدث أيضا عما يحصل في قطاع غزة. سأعود إليك بسؤال أخير بعد قليل إذا ما أسعفنا الوقت، ولكن أنتقل للزميل أكرم دلول المتواجد في خان يونس في قطاع غزة ليطلعنا على تطورات المشهد من هناك. إذا أكرم، على ما يبدو أن هذه المحرقة الإسرائيلية في شمال القطاع مستمرة، الحديث عن مشاهد مروعة خاصة في جباليا باستهداف المدنيين بشكل نازي غير مسبوق، ماذا في آخر تطورات هذا المشهد؟ وعلى المقلب الآخر هناك أيضا عمليات مستمرة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أيضا ماذا في آخر تطوراتها وإعلانات المقاومة؟ يعني في آخر التطورات المتعلقة بالمحرقة، بالفعل جملة من الغارات الإسرائيلية الليلية والصباحية، وهذه الغارات مستمرة حتى الآن، أدت عبد الرحمن بحسب المصادر الطبية إلى استشهاد وإصابة العشرات وفقدان آخرين. ربما كانت المجزرة الأكثر دموية ووحشية هي تلك المجزرة التي راح ضحيتها حتى الآن 87 شهيدا فلسطينيا بحسب المصادر الطبية، في مجزرة كبيرة ورهيبة ارتكبها الاحتلال عبر قصفه مربعا سكنيا يضم العشرات من المنازل في مشروع بيت لاهيا. حتى الآن الحديث يدور عن أعداد كبيرة من الجرحى ممن يعانون من حال الخطر، وهذا يشير إلى احتمالية عالية في ارتفاع أعداد الشهداء، لا سيما وأننا نتحدث عن انهيار المنظومة الصحية في شمال القطاع في ظل الحصار والاستهداف الإسرائيلي وحتى التهديدات المتواصلة والمتصاعدة لإدارات هذه المستشفيات الثلاثة، العودة الأندونيسي وكمال عدوان بالإخلاء. ولكن يلاحظ أن هناك ثباتا من قبل الطواقم الطبية على اعتبار أن يعني توقف هذه المستشفيات الثلاثة يعني موتا جماعيا للآلاف وليس المئات من الجرحى والمرضى والمصابين، لا سيما في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي. كذلك بخلاف هذه المجزرة كان هناك قصف إسرائيلي عنيف طال تجمعات المواطنين في جباليا النزلة في منطقة الصفطاوي شارع أحمد ياسين، وقبل قليل كذلك في شارع الشفاء بالقرب من مفرق المزنر. نتحدث عن عدد كبير من الشهداء في هذه الغارات الإسرائيلية. مدينة غزة أيضا ما زالت عرضة للقصف المدفعي الإسرائيلي تحديدا الضواحي الجنوبية من المدينة. بالنسبة لعمليات المقاومة هي عمليات كبيرة ونوعية، آخرها كان استهداف من قبل كتائب القسام لجارفة إسرائيلية من نوع D9 غرب مخيم جباليا في منطقة الفالوجة، وقبل قليل قالت سرايا القدس إنها وجهت ضربة بقذائف الهاون العيار الثقيل أو من العيار الثقيل بالأحرى على تموضع لقوات الاحتلال على محور السريم الذي يقسم القطاع قصرا إلى شمال وجنوب. وسط وجنوب القطاع أيضا كان على موعد مع غارات إسرائيلية وعملية قصف مدفعي في رفح لوحدها، تم انتشال 7 شهداء في قصفين طال تجمعات للمواطنين مع ساعات الصباح، وقبل قليل في قصف طال منزلا في وسط مدينة رفح، هذه المدينة التي أيضا تجري فيها عبد الرحمن اشتباكات بين المقاومة والاحتلال. شكرا جزيلا لك الزميل أكرم دلول مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من خان يونس. الشكر الجزيل لك أيضا دكتور عمر الحامد
على وجودك معنا في هذا الجزء من هذه التغطية. للأسف لم يسعفنا الوقت لنسألك سؤال أخير في هذه التغطية لأنه وصل الوقت إلى ختامه. الكاتب والمحلل السياسي، على وجودك معنا من عمان في الأردن، شكر الدائم والأكبر لكم مشاهدينا على المتابعة. هذه التغطية من الميادين مفتوحة ومستمرة لتغطية هذا العدوان وللمقاومة البطولية للمقاومتين الإسلامية في لبنان وفلسطين لهذا العدوان الإسرائيلي، ولكن تستكمل عند رأس الساعة. إلى اللقاء.